مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال، عدنا اليكم لننقل اليكم المزيد من الصور عن شوارع مدينه طرابلس وتحديدا المناطق الشعبيه الداخليه، حيث ما زال التوتر يخيم على هذه المناطق والاسواق. نحن الان في سوق، يعني هذا السوق الشعبي يهتم ببيع الملابس وايضا المواد الغذائيه. كما نشاهد المحال التجارية مغلقة بشكل كامل وبعضها طبعا بشكل جزئي نتيجة التوتر الذي حصل منذ قليل، حيث أن عدد من الشبان قاموا بإطلاق النيران في هذه الشوارع لإجبار المحال التجارية على إغلاق أبوابها بسبب تردي الأوضاع المعيشية والانهيار الكبير للإضافي الكبير لسعر صرف الدولار، حيث سجلت الليرة اللبنانية 77,000 ليرة مقابل الدولار الواحد. كما نشاهد الكل يغلق أبوابه. استاذ، بدي اسالك شيء. ما بنطلع صوتك. كما نشاهد واياكم مشاهدينا الكرام، المحال التجارية غاليتها مغلق بشكل كامل، والمحال التي تفتح ابوابها الصفات، يعني هي فاتحة ابوابها، تعمل على اقفالها بشكل تدريجي. إذن الصورة، يعني الصورة تشرح نفسها والصورة أبلغ من الكلام. هذا السوق الذي يعج بشكل كبير، بعادته يعج بمئات المواطنين، الآن هو مغلق بشكل شبه كامل. طبعا بعد حادثة إطلاق النار الاحتجاجية التي حصلت، الجيش كان قد تدخل، عناصر من الجيش تدخلت، وهنا أصبح هنالك، يعني ليس اشتباك، إنما ربما تصادم بسيط دفع طبعا الجيش اللبناني إلى مطاردة المتمردين المسلحين الذين كانوا. مرحبا استاذ، اسالك شيء، ليش المحلات مسكره هون؟ صافي شوية مشاكل لك ابو شرط نص ساعه صافي قواس. هن خافوا سكروا ام اجبروا انهم يسكروا؟ منه خافوا وبنفس الوقت اجبروا. انت ليه فاتح؟ من سوا نحن فاتحين لانه الوضع هادي. كيف؟ انت سكرت اجت فتحت ولا لا؟ لا ما سكرنا ابدا، فوتنا كم كرتونه وهدي الوضع والخرب ما بقى شيء، ضلنا فاتحين. طيب اليوم من المتوقع انه ترجع تفتح المحلات ام لا؟ خلص لا خلص، اللي سكر سكر، لا بكره بقى، لا بكره. متخوفين المرحله الجايه كمان يكون في نفس المشهد على طول؟ هلا العالم الخوف دائم، لابد منه، كل يوم في خوف منه، الدولار منه، المشاكل اللي جايه مثل ما عم تحكي حضرتك. طيب احنا اليوم يعني وقت وصار هذا الشيء كان تحت حجه وزريعه انه الوضع المعيشي، انهيار الليره، دولار 77,000. اليوم انتم كتجار وقت تجي مجموعه وتقول لكم بدها تعبر بهيدي الطريقه وترفض هذا الوضع بهيدي الطريقه، كيف بتتقبلوا هذا الموضوع؟ كيف تتعاطوا مع هذا الموضوع؟ هل هي بتعتبروه مبرر هذا الشيء اللي بينعمل ولا لا؟ ما بعرف شو بدي اقول لك، كيف بدنا نتعاطى والله. ما بعرف شو بتحسوا معهم حق؟ لا ما معهم حق طبعا. طبعا معهم حق. هل ممكن يكون حل، ممكن يكون حل هذا الشيء؟ انه المحلات تسكر غصبا عنا كرمال يتحسن الوضع؟ لا منو حل، لا منو حل، لا منو حل، هذا هيدا منو حل. شكرا لك. فكرة معينة حل. نكمل معكم مشاهدينا الكرام هذا النقل المباشر من هنا
من هذا السوق الشعبي في مدينة طرابلس. طبعا 90% من المحال التجارية أغلق أبوابه بشكل كامل. مرحبا أستاذ. أغلب المحلات سكرت مشان ارتفاع الدولار. العالم هاي في حالة، وهالنواب معنا نواب تحكي، معنا نواب الأجران تحكي توقف عليهم، قال ركاكيب توقف تحكي، والعالم هاي في حالة، العالم تلاقي ماشي عم تحكي حالة. الواحد بيعطيها جوزة 200,000 لجيب أكل، ما بجيب غردان فيه لك، ها بتنجينة وقرنبيطة وكيلان بطاطا 120,000 لكن نحن الفقير ما بده ياكل. بس العالم قدر بيسكروا مشان بركي هالدولار بينزل شوي. هي لانه بركي بعض التجار عم بيقولوا انه هن ما كانوا بدهم يسكروا ولكن اجبروا على انهم يسكروا. لا لا ما حدا جبرهم، لا ما حدا جبرهم، حكي هذا لا صدق الحكي. هلا هناك بده يحكوا مشان ما يطلعوا تحت وحده بدهم يزيدوها شوي يبهروها. بس هن لأن العالم لما طلع رصاص العالم طبيعته صار تسكر وتروح بيوتها. أيوة. كيف؟ قطع الطرقات، ما بحدا يفوت يدخل ويروح ويجي. شو بتعمل بدل الوقت دكان هيك بيتها الدكان وايد؟ فهمت كيف؟ ومسكروا وما عملوا حجة هيدي مشان إنه بالأول. أي عموما الحركة انشلت بشكل كامل فينا نقول. انشلت الحركة ويمكن ما بتعرف إنه مفتوحة كمان على طول. العالم هاي في حالة. لقوا كيلو اللحم المثلج. يستمر هيدا المشهد أكثر من اليوم؟ ما بتعرف شو بصير هسه اكثر من هيك، هسه بده يصير اكثر من هيك لان العالم ما فيها تحمل، ما فيها تحمل العالم. لا اجانا رئيس جمهوريه مثل العالم، لا رئيس وزراء مثل العالم، والنواب كلها ساكته تبع التغيير، ما انه بدهم يغيروا هسه ساكتين ما عم يحكوا شيء. تبعت كيف؟ والعطره على الفقير. الله يعطيك العافيه. شكرا لك. هذا محلي، هذا محل محل ابني، احنا سكرني هون مش ما يقول لك انه بالقوه يسكر المحل. هيدا محلي وهيدا محل ابني وهيدا محل. يعني انت مع انك تعبري عن رفضك بهيدي الطريقه انه انا بسكر واضرب؟ اكيد اكيد. 80 الدولار يعني شو بدي اجيب بقى انا شو بدي طعمي مثلا اللي عندي؟ اذا هلا رايحه بدي اجيب انا بصل، كيلو البصل 85، هذا اقل شيء يعني، هذا اقل شيء البصل 85. قال لوين رايحين؟ يعني مثل كأنه النواب تبعونا اللي نحن انتخبناهم اللي الله لا يعوض عليهم عم يضغطوا علينا هالضغط هذا لحتى تتفجر المدينة، هذا يقتل هذا وهذا يذبح هذا وهذا يسرق هذا، قصدن ايه عم يعملوها؟ شو الشيء المتخوفين منه بالايام اللي شفتها؟ هذا هو المتخوفين منه، انه يصير السرقة والقتل والنهب اكثر من هيك، ما متخوفين الا من هيك نحن. شكرا لك. نحن عنا ثلاث محلات سكروا من جونا سكرنا، ما حدا قالنا سكروا يعني، بس لما لقينا العالم كله روحت وما حدا عم يفوت يطلع على السوق، طيب كيف سكرنا من جونا؟ يعني ضمننا مع شباب يلي قايمين بهالمظاهرات. إذا مشاهدينا الكرام يعني كما نشاهد وإياكم في هذه الصور المباشرة من الأسواق الشعبية في طرابلس، طبعا المحال التجارية كما أشرنا مغلقة بشكل كامل نتيجة يعني هذا التوتر الذي حصل هنا في هذه الأسواق الشعبية الداخلية، حيث قامت مجموعة من الشبان بإطلاق الرصاص في الهواء. طبعا تدعو من خلال هذه الحركة، تدعو إلى المحال التجارية إلى إغلاق أبوابها بشكل كامل احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار. إذن مشاهدينا الكرام هذا كان كل شيء، سنكون معكم في حال ورود أي جديد، ابقوا دائما عبر صوت بيروت انترناشونال. كان معكم غسان فران، إلى اللقاء.